يبدو أن الشرطة بالغت شوية بخدمة المواطن، نطت فلوس لمواطن حتى يشتري بنزين ويديره على نفسه، مو بس هاي يعني انطوه الشباب جداحة وحرق نفسه، هو سايق توك توك من كربلاء، صارت مشكلة مشادة بالشارع بين سائق وبين أحد أفراد الشرطة. طبعاً هذا الموضوع هو يعني ما يسحب على جميع القوات الأمنية وعلى الشرطة، تصرف فردي لأحد المنتسبين في الشرطة، وحسب ما سمعنا أنه كان هنالك إجراء سريع من وزارة الداخلية ضد هذا أو ضد من قام بهذا الموضوع. طبعاً زميلنا المراسل في كربلاء جاسم الهميم أعد لنا هذا التقرير، خليكم يعني. أهلا مازن، حياك الله. اليوم موضوعنا جدا صعب ويعني أثار الرأي العام بمحافظة كربلاء. شاب بعد بمقتبل العمر، لا يمتلك بيت، ساكن بالإيجار، عنده توك توك يشتغل بيها على باب الله. تفاصيل مهمة جدا سوف نتطرق إلها من خلال لقائنا مع والد المرحوم كرار وشقيقه. أنا أخو كرار حيدر الإنجليزي استشهد بغدر من الشرطة، وجاي يمشي يعني سرعة خفيفة، كلش خفيفة، يعني طبعا تقدر تقول انه مر واحد وجاي يمشي. نعم، هذا الكلام يعني من اخوك قبل ما يتوفى. إيه الله يرحمه. إيه نعم، كل من اول ما طب المستشفى انا كنت واقف وياه، اول ما طببوه وين بندج بي، يعني نسوي له البندج على جسمه ويسولف وياي، قال له وقف الشرطي، هو وقف قال له اعطيني اوراقك، قال له تفضل هاي الاوراق، هاي الاوراق، قال له الشرطي ايش قال له؟ قال له اعطيني السويتش مال التيك توك، قال لي ليش اعطيك السويتش؟ قال لي الاوراق اصوليه كل شيء ما ابي ابعث، خليني امشي، وانا ما كنت واقف في مكان غلط، وقال لي انا ما كنت واقف، كنت جاي امشي، قال اعطيني السويتش، فين وين طال السويتش؟ قال كفر، وقال له هيك يا جماعه اعطيك السويتش، قال لي ليش؟ قال له بكيفي. نزل، فين صار حديث بيناتهم، ذاك الشرطي ظل يعتدى عليه ويسبه ويسب اهله، زاد يضربه، ويعني إهانة كلش كلش إهانة قدام الناس، والصياح إهانة كلش يعني عامية، هذا المقصد. فإنه قام إيش سوى الشرطي؟ قال له خذ طلع ألف من جيبه، انطاه ألف، قال له هذا شنو؟ قال له هذا خذ الألف روح اشتري لك بيه بطل بنزين، روح 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 روحك، أو ما أنطيك التك تك. هو كراج أخوي إيش قال له؟ قال له ليش أنا أسوي كذي؟ قال له ما أنطيك التك تك، قال له إيش تريد تسوي سوي. قام صاحب الثاني إيش سوى؟ قام طاج الداح، قال لي الله يجداه عليه الشرطي. اي زين، نفسيته قام شال الطاج الداحة، ما ادري نفسيته وغيره، وما قال على الموضوع يعني شرطيين اثنين وثلاثه واربعه ما ادري، بس المفرزه كلها كانت واقفه على الوضعيه، انطاج الداحة. هو بعد شوي يعني عصبي، وصعب واحد ينهان بالشارع وبصوت عالي وقدام الزلم وقدام النسوان، وبعد ولد شاب شبابه، هو صارت عنده رد فعل، استوى ذب البنزين على روحه، اجى الشرطي قال لي يلا خذ الجداح، اذا التزن ما سويها، اذا التزن ما شغل النار. بعد ردة فعل لا رادية، يعني تقدر تقول رد، يعني ايش اقول لك؟ يعني ست موقف هيك موقف، حط لا. اي واحد اي شخص لا. اي شخص هيك، يعني مجرد شالت نار وبنزين سريع الاشتعال، سريع الاشتعال، وبس داسه قب. زين ايش سوى لما احترق؟ غير يجون يطفونه، عايشين نص ساعة يحترق على الرصيف، محل ما جاء طفى لحد نار ما طفت وحتي، فين جت؟ يمكن حسب ما أعتقد الشرطة من غير مكان، سيارة دورية مو منسيتهم من غير مكان، اجوا واخذوه بسرعة ودوه المستشفى، بعد احنا التقيناه بالمستشفى، انا شفت طبت اخوي ما اعرفه، اخوي ما اعرفه، يعني ستة اخوك من دم اقول احمق شلون ما تعرف ردفتي. رفعنا دعوة قضائية، زوجته واني والده وامه، شو اسمه بالقاضي تحقيق، واحنا نريد شو اسمه حقنا، احنا نريد هذا دم ابننا، وهذا مو بس اليه، انا ما افكر بس بنفسي ولا اقبل، انا افكر كمجتمع، هاي الى متى الناس ايش تسوي؟ الى متى الناس ايش كنت تفعل؟ الى متى الباطل هذا؟ الى متى الظلم هذا؟ احنا شنو حياتنا؟ انسان يروح على موت تك تك يذاكر عند عائلته برزق على رجال سكر، انا انسان تعبان حياته، هو يقعد هناك يروح ويرجع حال على تعال يحاسبه، مين يجيب رزق؟ مين ياكل؟ اذا زميلي مازن، هذه تفاصيل هذه القضيه اللي حدثت في محافظه كربلاء، قضيه مؤلمه
وذاع صيتها داخل هذه المحافظة، وأصبحت يعني محط أنظار الرأي العام. ومثل ما شاهدت قبل قليل، والد الضحية وشقيقة يطالبون الجهات المعنية بالتحقيق بالأمر والقصاص من المتسببين بهذه الحادثة.